السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة يا جدعان هننزل عن سيزون 15، فقبل ما نبدأ كده فمحتاج بس رأيك ايه أفضل سيزون نزل بخصوص ببجي. فأنا بالنسبة لي طبعا موسم 14، سيزون 14 أفضل موسم، يعني من ساعة ما بديت من 6 لحد 14 أفضل حاجة كان 14. وزي ما احنا شايفين يا جدعان الـ RB1 السلاح واللبس، RP2، وزي ما احنا شايفين برضك يا جدعان الشنطة حلوة برضك في RP5. تمام يا جدعان، الشنطة حلوة يا جدعان، يعني شكلها حلو جدا، بس سوزن 14 أفضل. يعني برضك أنا محتاج أعرف رأيك ايه أفضل سيزون نزل في بابجي، والقنبلة الصوتية في RB10 طبعا، والرقصة في RB20. الرقصة يعني بردك حلوة الرقصة، يعني لو انت واحد مطلع عينيك كده وفنشته، ف يعني انا شايف الرقصة كتير حلوة، يعني لما انت تفنش واحد. تمام، فنشوف الرقصة، يعني بص يعني حاجة حلوة، يعني أو صاحبك لو تفنش ولا حاجة تروح على صندوق تعمل كده، يعني حاجات حلوة يعني. والشنطة زي ما احنا شايفين يا جدعان، يعني أنا اللي عجباني أكتر حاجة الشنطة والسلاح اللي هوريهولكم دلوقتي للناس اللي شاحنين. أما اللي مش شاحنين فعندهم ال VSS، فشايفين الرقصة التانية للناس اللي شاحنين طبعا زي ما انتوا شايفين. نرجع نشوف الرقصة، الرقصتين بتوع الموسم حلو يعني. تمام يا جدعان، فاحنا شايفين زي ما انتوا كلكم شايفين كده، يعني الرقصتين حلوة. الباراشوت اي كلام، يعني الباراشوت ده للناس اللي مش شاحنة، فحط لهم باراشوت اي كلام مش حلو، يعني برضك هما جايين على الناس اللي ما بتشحنش، حرام عليهم. واللبس اي كلام برضه، ده مش لبس، ده دوت حاجة اي كلام وخلاص. ونشوف الصندوق بتاع القناع دوت ولا ليه لازمة، ما علينا، عايزين بس ايه الطاسة، طاسة للناس اللي شاحنة يا جدعان، الناس اللي بتشحن برضك طاسة ولا ليها لازمة. يعني انا حاسس ان هو السيزون ده محمر شويه، مد على حمران شويه، ايه الفكره في كده مش عارفين. زي ما انتوا شايفين في كل حاجه ايه كده جايه ايه احمر كده، والطياره اي كلام، وادي السلاح البي اس اس. على ما اظن السلاح ده كان نازل سيزون كام، نازل في 60، لا يعني قريب من الشكل دوت، موسم 10 بتهيألي، سيزون 10 يعني لو تفتكروا كان نازل نفس الشكل ده، بس كان في 60، RP60 لو تفتكروا. والطيارة اي كلام برضك يا جدعان، انا من رأيي يا جدعان ان السيزون دوت يعني هو فيه للناس الشحنة حاجة واحدة بس اوريها لكم، افضل حاجة ايه هي اوريها لكم دلوقتي كلنا نشوفها مع بعض. حتى السنة دي ما فيهاش حاجة حلوة غير العربية، ده تحس ان هو لبس بوت، واللبس الاصفر بردك لبس بوت مش طقم بردك، عشان ايه لبس بوت بردك. يعني انا شايف ان العربية افضل حاجة هي العربية، سكين عربية زيادة وخلاص هيكون حاجة جميلة. هو على العموم السيزون ده هيطلع ان شاء الله، هيطلع للناس كل العربية دي، ويعني معظم الناس، يعني انا واحد من الناس ما بيطلع ليش اللي ايه الصور اللي تحت دي، يعني ببجي دي بتحاربنا محاربة جامدة، يعني لحد دلوقتي نستعرض في السيزون وشايفين السيزون زي ما انتوا شايفين كده يا جدعان، ولا في اي حاجة حلوة خالص،
العربية والطقم والصناديق. نرجع تاني أحسن حاجة، نرجع تاني للأرضية أوريكم الحاجة الحلوة اللي في السيزون دوت، وهي أفضل حاجة، مفيش حاجة أنا حلوة. نرجع أول حاجة، حتى اللبس ده والله ما لبس حلو، يعني بصوا لبس كده يدل إن لبسه بتاع السيزون 14 كان لبس تحس إنه لبس أسطوري، ده لبس بتاع. هو على ما أظن في رقصة تاني عايزين نشوفها. يعني فيكتوريا أحسن منه، ولا اسمه مين دوت، الرقصة بتاعته أحسن منه. مفيش حاجة، الخوذة حلوة، الخوذة مع الشنطة حلوة يا جدعان، يعني اللي بيلعب البتاعة ديت الخوذة مع الشنطة حلوة اللي شاحن هنا. ده أفضل شيء، الإيكي ده أفضل شيء في اللعبة، أفضل شيء في السيزون اللي هيجي هو الإيكي فقط لا غير. يعني تستعرض الإيكي ده أفضل أفضل حاجة في السيزون كله، هو الرقصتين الرقصة التانية يعني بتوع الشحنين. يعني مفيش حاجة، يعني اللي هيشحن هيشحن عشان الإيكي فقط، لكن غير كده مش لها حد حاجة حلوة خالص. يعني لحد بس لحد 97 وصلنا 100، واللبس دوت لبس الصحراء الايكي، يعني برضك اللبس مع الايكي حلو، يعني طقم كامل ده حلو كده، يعني اخر حاجة دي اللي حلوة. غير كده السيزون زي ما انتوا شايفين، وانت برضك تقدر تقول رأيك في التعليق وقول لنا ايه افضل سيزون، والسيزون ده تشحن فيه ولا لأ، وشوف كده يعني ايه افضل سيزون، واكتب لنا في التعليق ما تنساش.